We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Poland. Welcome to Katowice. This is the opening ceremony of 16th annual UN Internet Governance Forum, an international meeting held at the initiative of the United Nations, enabling a global discussion on the development of the internet. My name is Agata Konarska. I'm a TV journalist, and believe me, it's a great pleasure. اسمي أغاتا كونارسكا. أنا من التلفزيون البولندي، وأنا لي الشرف أن أرحب بكم هنا في هذا المكان وفي هذا الحدث المهم الذي يعتبر من أهم أحداث السنة. أرحب بالجميع الحاضرين هنا في مركز العلمي في كاتوفيتسا. أرحب بنائب الأمين العام للأمم المتحدة كوت زلمينا. أرجو أن تأخذ المكان. أرحب رئيس جمهورية بولندا ماتيوش، رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موراويتسكي. نرحب بكم الآن ونرحب بالجميع الذين يشاركون في مؤتمرنا وقمتنا عن بعد. نلتقي في هذه القمة الرقمية التي شعاره الإنترنت الموحد الصديق للجميع، الذي يصل بين كل المستخدمين ويخلق مجتمعا عالميا كبيرا في الوقت الذي يسود العالم جائحة. نستطيع عن طريق الإنترنت أن ننظم حياتنا، وأصبح مهما أكثر مما كنا نتوقع من السابق، وهذا يؤكد بأنه جزء هام من حياتنا، وأن الإنترنت أصبح في حياتنا جزءا مهما. للمرة الأولى في التاريخ نلتقي هنا على القمة العالمية للإنترنت في كاتوفيتسا، ونحن لنا الشرف أن ننظم هذه القمة الهامة، وعندنا قناعة تامة بأن هذه المنصة لتبادل الآراء وتبادل التجارب حول مستقبل الإنترنت، ونستطيع جميعا أن ندلي بآرائنا. لدينا 5 أيام مليئة بالمحاضرات وبالورشات والنقاشات حول سنتكلم عن التشريع، سنتكلم عن التقنيات المتاحة وعن التقنيات المستقبلية، سنستمع إلى أصوات الخبراء، إلى أصوات رجال الأعمال، إلى أصوات الوزراء، أصحاب الشركات الكبرى، كلهم هنا معنا يلتقون. سوف نتحدث عن عملية الوصول إلى الإنترنت. نعرف أن نصف سكان العالم ليس لديها إمكانية الوصول المتوازن إلى الإنترنت. في عام 2001 سنكون شهداء لقرارات جديدة عن مستقبل الإنترنت ستؤثر على حياتنا وستؤثر على كيفية استخدامنا للإنترنت. خلال عامين من عام 2019 هناك 770 مليون مستخدم جديد للإنترنت، وهذا ضعفي العدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية. إن الجائحة التي تعم العالم الآن
أدت إلى زيادة الاستخدام الإنترنت. نرى أن الشباب ويستخدمون الإنترنت، ونحن نعرف أن المستقبل لهم. لذلك جزء كبير من هذه النسخة من قمتنا هو أن يكون هو أيضا قمة الشباب الذي تنظمه أيضا الأمم المتحدة ضمن فعاليات هذه القمة. والآن من المفيد أن نكون هنا جميعا. سيتكلم نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسوف أعطيه الصوت. تفضل. Your Excellency Mr. Duda, President of Poland, Your Excellency Mr. Morawiecki, Prime Minister of Poland, Your Excellency صاحب السعادة رئيس الحكومة البولندية، سعادة عمدة مدينة كاتوفيتسا، أصحاب السعادة، الحضور الكرام، باسم الوكيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أرحب بكم وبشكل رسمي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوكمة الإنترنت في كاتوفيتسا 2021. للأسف لبعض الارتباطات الأخرى لم يستطع الأمين العام نفسه شخصيا الحضور إلى كاتوفيتسا، ولكننا سوف نستمع إليه. سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على قوة الإنترنت في تغيير الحياة. أنقذت التكنولوجيا الرقمية أرواحا من خلال تمكين ملايين الأشخاص من العمل والدراسة والتواصل الاجتماعي بأمن عبر الإنترنت. لكن الوباء أدى أيضا إلى تضخيم الفجوة الرقمية والجانب المظلم للتكنولوجيا، الانتشار السريع للمعلومات المضللة والتلاعب بسلوك الناس. لا يمكننا مواجهة هذه التحديات إلا من خلال التعاون المعزز بوضع قواعد واضحة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من خلال استعادة السيطرة على بياناتنا، من خلال التصدي للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية، بتوصيل الجميع للإنترنت بحلول عام 2030. يلعب منتدى حوكمة الإنترنت هذا دورا حاسما في تشكيل الحوار. إن رؤية مستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن تدعم خارطة الطريق الخاصة بي للتعاون الرقمي. ويقترح تقريري الأخير حول جدول أعمالنا المشترك ميثاقا رقميا عالميا يهدف إلى الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. أحثكم على التحدي بالجرأة وأتمنى لكم مداولات ناجحة وشكرا. شكرا جزيلا لسيادة الأمين العام للأمم المتحدة. السادة الكرام، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للحكومة البولندية، شكر الخاص إلى رئيس جمهورية بولندا أندرزي دودا الذي سنسمع صوته بعد قليل، وأشكر ماتوش موراويتسكي رئيس الحكومة البولندية على مشاركته في حفلة الافتتاح هذه. الإنترنت المتحد هو الشعار لهذه القمة الرقمية للأمم المتحدة. اليوم وأكثر من أي وقت مضى نشهد أيام جائحة كوفيد-19 التي غيرت حياتنا وأثرت في حياتنا وعملنا ودراستنا وتفاعلنا مع بعضنا البعض. وأبرزت الجائحة على الظاهرة أن الأشخاص غير المتصلين بالإنترنت يبقون في خلف ما يجري في العالم. فإن قمة الأمم المتحدة هذه تريد المساهمة في وضع هذه الرؤية الجديدة للعالم ما بعد الجائحة. من السهل طبعا أن نقول ذلك والعمل يكون صعب، ولكن عندما نتعاون
عمل معا وبشكل مشترك نستطيع أن نجح. فأدعوكم للمشاركة في هذا المنتدى الهجين مباشرة هنا على المسرح أو بشكل أونلاين. هناك 8,000 مشارك قد سجلوا وحتى الآن في القمة، وهم من القطاع العام والخاص والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجامعات، مراكز الأبحاث، وسائل الإعلام وغيرهم من المجتمع المدني. كلهم سوف ينخرطون في النقاش الذي سيجري في أكثر من 200 جلسة تخص الوصول إلى الإنترنت والتنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والثقة المتبادلة والتعاون المشترك، وكذلك القوانين واللوائح التشريعية الجديدة. أنا أؤمن بأن المناقشات هذه سوف تكون مثمرة، وتبادل الآراء سوف يساعدنا على تشكيل مستقبل أحسن. نريد الوصول إلى هؤلاء الناس الذين يستطيعون الابتكار وإدراج تغييرات مؤثرة. إن منظمة الأمم المتحدة ملتزمة كل الالتزام في خلق فضاء إنترنتي متكامل وشامل، وأتمنى أن تشاركوننا في هذه العملية التي نبدأ بها هنا الآن في كاتوفيتس. وشكرا. شكرا جزيلا لنائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والاقتصادية. أيها السادة المحترمون، الآن أعطي الصوت لرئيس الجمهورية البولندية الذي سيتكلم عن طريق الفيديو. أيها السادة الحضور، في الجلسة 16 لمنتدى الإنترنت، أنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في هذه الذكرى 16 والنسخة في كاتوفيتس. لم أستطع أن أكون معكم اليوم، ولكن بكل سعادة أرحب بكم، أرحب بالسادة ممثلي منظمات عالية المستوى ورفيعة المستوى التي تختص في الأمور الرقمنة والإنترنت. إن الأزمة التي ارتبطت بجائحة كوفيد-19 أعطتنا فكرة عن أن بدون الإنترنت ليس بإمكاننا أن نلتقي خلال هذا الحدث بهذا الشكل الكبير. نحن نعيش في حياة في فضاء رقمي أيضا، ولكن أمامنا تحديات كبيرة تؤثر على حياتنا. لذلك نريد وسطا آمنا حياديا نستطيع فيه ثقة متبادلة، وهذا يعتمد علينا، يعتمد على الناس في العالم كيف ننظم هذا الفضاء. إن الفضاء الرقمي مهم للجميع، وطيلة الوقت يجب علينا أن نجيب على سؤال مهم: كيف تكون الرقمنة مغيرا ومحورا في حياتنا على بشكل عالمي؟ ما هي الرؤية للثقافة والتعليم في العالم؟ هل سنعتمد فقط على الوسائل؟ كيف نستخدم بأفضل هذه الطاقة الكبيرة؟ كيف نحمي حقوق الإنسان في هذا الفضاء الرقمي؟ يجب أن نجد أسئلة معا على هذه. لا يستطيع إقليم أو مجموعة واحدة أن تجيب. يجب أن نعمل سوية، يجب أن يكون هذا جهدا مشتركا، بدون ذلك لن ننجح في الوصول. لذلك
أنا سعيد جدا أن بولندا هي في مركز هذا الحوار والنقاش حول بعضكم جاء من أماكن بعيدة لأوروبا المركزية إلى هذه المنطقة التي فيها الكثير من الشعوب الطحومة والعاملة والمبدعة والسكان الذين أعتقد أنكم ستقررون على مدى ميزات هذا المكان والإقليم الذي تتواجدون فيه. هنا صوتكم هو صوت مهم واستثنائي وسيكون مجال نقاش يتبع ذلك ما سيحصل في كاتوفيتسا. أود أن أستغل هذه الفرصة أيضا أننا في هذا العام نحن لدينا 100 عام لميلاد الكاتب ليم الذي كتب في الخيال العلمي. نحن الذي قال أننا نريد أن نوسع العالم إلى حدوده المعقولة. هل فعلا الإنترنت ليس له حدود؟ وإذا كان ذلك هل نستطيع أن نوسعها إلى خارج العادات التي استفدنا؟ هل أن هذه الشبكة العالمية تتسع إلى كل ذلك؟ أنا متأكد أن جزء من نقاشاتكم وحواراتكم ستكون محاولة الإجابة على ذلك. فليكن شعار هذا المنتدى فليكون الإنترنت الموحد والمتحد بدون انقسامات. أتمنى لكم عملا مثمرا وعلميا مليئا بالمتعة ومليئا برغباتكم وشكرا. رئيس جمهورية بولندا أندريي دودا. السيدات والسادة الكرام، رئيس الحكومة البولندية رئيس مجلس الوزراء موجود معنا وندعوك للمسرح. السيدات والسادة، سعادة نائب الأمين العام للمتحدة لشؤون إدارة الإنترنت في العالم، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والبرلمانيون، الضيوف الكرام، منذ وقت طويل العالم الافتراضي والعالم الواقعي يتشابكان ويتداخلان في ما بينهم البعض في كتب الخيال العلمي وثم في حياتنا اليومية، وحتى أخيرا في يومنا هذا نلاحظ الجمع بين هذين العالمين في حياتنا اليومية في إطار الأمور المتعلقة بالاقتصاد والحياة الاقتصادية ووسائل التواصل الاجتماعي أو الإدارة العامة والمحلية والتواصل اليومي فيما بين الناس. نصبح إذن اليوم أعضاء مجتمع عالمي موحد، مجتمع الإنترنت الذي يستطيع أن يكون حجر الزاوية لتنمية رائية في المستقبل، وهناك أيضا أكثر من تهديد وراء ذلك، مثل السكين. هو الشيء الذي نعرفه ونستطيع استخدام السكين لقطع الخبز وأيضا لإذاء أحد. فالإنترنت هو مثل هذه الأداة ولكنها أكثر مؤثرة في حياة كل الناس حول العالم. الإنترنت هو وعد ممتاز متعلق بالحياة في المستقبل، حياة الناس المترابطين مع بينهم البعض في شبكة واحدة أكثر فعالية
ونحن نشهد ذلك في كل مجالات الحياة، مثلا في الرعاية الصحية. نتقابل اليوم مع السادة وبسنة بعد القمة التي ألغيت قبل عام من الآن، نعرف مدى قوة الجائحة هذه، ولكن بفضل الحلول الرقمية المدرجة، الوصفات الرقمية والشهادات الطبية الإلكترونية، هي أنقذت الكثير من أرواح الناس في بولندا وفي أماكن أخرى من العالم. نحن هي إيجابيات الإنترنت، ولكن هناك أيضا نشهد الكثير من الهجمات، هجمات على الإنترنت من قبل العصابات والحكومات التي تستغل الإنترنت وتستخدمه كسلاح لها. لذلك من أهمية المكان اليوم في جلسة الأمم المتحدة هذه أن نعمل على تمهيد قرارات مشتركة في مجال الإدارة الحسنة بالإنترنت. إذا لم تدفع على المنتج فأنت تصبح المنتج. فهذه المقولة تعبر بشكل ممتاز عما هو معنى الفرد في عالم الإنترنت. إذا لم تدفع على منتج معين فأنت تصبح هذا المنتج. نحن يجب أن نكون واعين بذلك، أن الإنترنت هو سلاح كبير، ومن الضروري جدا العمل على إعداد وتمهيد هذه القوانين واللوائح، وبالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة والجهات الرسمية. إنه تحد للقرن الحالي والعشرين الذي نستطيع أن نتصدى له فقط ونحن معا مجتمعين. مثل قبل 100 سنة ظهرت هناك أول احتكارات في العالم، والدول القومية والوطنية استطاعت التغلب على هذه الظواهر من خلال إنشاء مؤسسات مكافحة للاحتكارات. فنحن اليوم نواجه الاحتكارات العالمية، وفيما على هامش نقاشنا على الإنترنت يجب أن نأتي بحلول دولية والعالمية في مجال الإنترنت. هذا من أكبر التحديات للإنسانية، هذا من أكبر التحديات أمام منظمة الأمم المتحدة. وتم إنشاء هذه المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية بهدف جعل العالم أحسن وأفضل وزيادة الاستقرار والتنمية في القرن العشرين. فاليوم أيضا منظمة الأمم المتحدة في القرن 21 أنا متأكد سوف تنجح في التصدي لهذه التحديات الراهنة. ومن أكبر هذه التحديات للقرن 21 هو العمل على تمهيد وإيجاد أحسن الحلول لكل الدول في العالم في إدارة هذه الأداة الممتازة التي تأتي معها أيضا الكثير من المساوئ والمخاطر. أنا متأكد وعلى اليقين على هذا المؤتمر في كاتوفيتسا اليوم سوف يساهم مساهمته في إعداد حلول جديدة وإدراجها في كافة الدول الأعضاء في العالم. وشكرا لمنظمي هذا المؤتمر، شكرا للنائب الأمين العام للمتحدة الذي هنا معنا شخصيا، وأشكر لكم جميع المشاركين. أتمنى لكم مباحثات مثمرة وأن تأتوا بحلول جاهزة وملموسة للإنسانية. شكرا جزيلا سيادة رئيس مجلس الوزراء. الآن أود أن أقول أن ديوان رئاسة مجلس الوزراء هي من المنظمين أيضا لهذا المنتدى، والآن
أعطي الصوت لعمدة مدينة كاتوفيتسا السيد مارشين كروبا. سيتقدم عن طريق الفيديو أمامنا. نحن في المدينة ركزنا في عملنا للإبداع في منازل الناس، وهذا الحافز الذي أصبحت فيه كاتوفيتسا أصبحت مركزاً للأحداث الكبرى ومركزاً للقاءات رجال الأعمال. إن هذا المركز العالمي التي تتواجدون فيه هو أحد ثمار ثمار هذه التغير. أرحب بكم بحرارة في هذا المكان. نحن للمرة الأولى منظمين لمثل هذه الأحداث، وأنا فخور بأن هذا الحدث هو الحدث التالي تحت رعاية الأمم المتحدة لدينا. الآن نجتمع في EGF، وفي السنة القادمة أيضا سنلتقي لقاء آخر. هذا يعطي فكرة كم مهم هذا المكان الذي أصبحت فيه كاتوفيتسا منطقة مهمة في خارطة العالم. يبقى لي أن أرحب بكم هنا لأن تكون هذا المكان مكان مرحبين به بكل أرحب بكم من جديد في كاتوفيتسا. السيد مارشين كروبا عمدة مدينة كاتوفيتسا تحدث إلينا، وهي المدينة التي تقع في قلب النقاش العالمي حول تنمية الإنترنت وتطوره. السيدات والسادة، الآن فحان الوقت للكلمات الافتتاحية لمختلف أصحاب المصلحة ومجموعة المصلحة. معنا أونلاين السيدة دورين مارتين، مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات. شكرا جزيلا وصباح الخير. مساء الخير لبعض المشاركين. السيدات والسادة، إنه لشرف كبير لي أن أشارك في الجلسة الافتتاحية للإصدار 16 لمنتدى حوكمة الإنترنت تحت مظلة الأمم المتحدة. أنا أمثل الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ليومينجاو الذي لم يستطع الانضمام إلينا. هذا المؤتمر في كاتوفيتسا له أهمية خاصة بالنسبة لي، لأن جذوري هي من بولندا، وهذا المؤتمر شيء خاص بالنسبة لاتحادنا للاتصالات، لأننا نحيي في هذه السنة الذكرى 100 على العضوية البولندية في اتحاد الدولي للاتصالات. هذا الإصدار للمؤتمر IGF فيه تحديات كبيرة. نريد أن يكون الإنترنت مجتمعا موحدا ومتحدا. الإنترنت المتحد والموحد هو أكثر من مجرد شعار لهذه القمة الرقمية، فإن الإنترنت الموحد هو الحث على العمل المشترك، ومن شأنه زيادة سبل الاتصال حول العمل. حسب الإحصائيات الأخيرة التي نشرت في الأسبوع الماضي، فهي تشير أن عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم ازداد كثيرا أثناء الجائحة، ولكن ما زال هناك 37% من سكان العالم، ما يعادل بليونين و900 مليون شخص، لا يستطيعون الوصول للإنترنت والمشاركة فيه. شهر ديسمبر على وشك الانتهاء، ونحن نقترب من نهاية السنة، فقد تكون هذه السنة حرجة فيما يخص جهودنا المبذولة والرامية للقضاء على الإقصاء الرقمي. في شهر يناير كانون الثاني سوف يلتقي منتدى
حكومة الإنترنت في قطر بالاتحاد الدولي للاتصالات، وسوف نتحدث عما تعلمناه وعن الدروس المستفادة من جائحة 19. بالنسبة لنا بالاتحاد الدولي للاتصالات، هذا الدرس الذي تعلمناه خلال الجائحة يتعلق بضرورة الجهود المتواصلة لزيادة الشبكة وسبل الاتصال حول العالم. كوننا جزء من مجتمع الإنترنت، فهذا لا نستطيع أن نتوقف، ونريد العمل المتواصل لتشكيل هذا المجتمع الرقمي المتاح للجميع. إن اتحاد الدولي للاتصالات ومنذ سنوات يدعم القمة الرقمية للأمم المتحدة، ونحن وبلا صبر نطلع إلى الاستنتاجات والتوصيات من هذه السنة من المناقشات أثناء هذه القمة الرقمية، وننتظر أيضا المقترحات الناتجة عن التقرير المحرر من قبل الأمين العام للأمم المتحدة. أنا أتمنى أن يشارك الكثير منهم في القمة القادمة التي تنظمها منظماتنا. أتمنى لكم مباحثات مثمرة ومفيدة أثناء IGF 21، ولنشكل المستقبل المستدام معنا. الآن السيد رالف موبيت المدير العام لمجموعة MCM وهو معنا أونلاين. تفضل بالكلام. شكرا. أرحب بالجميع. أتصل معكم من يوهانسبورغ من جنوب أفريقيا، وأود أن أحيي الجميع، جميع المشاركين في هذا الحدث، وأتمنى لكم جلسات مثمرة حول الإنترنت وحول إمكانية استخدامه. أود أن أبدأ بعدة كلمات. أود أن أقول عن مجموعتنا، مجموعة MTN. أود أن أقول أن كيف نساهم في زيادة الوصول إلى الإنترنت في العالم. في أفريقيا نحن موجودون في 18 دولة، نتعاون مع السوق في الشرق الأوسط، نقوم بفعاليات واسعة، ونؤمن لمستخدمينا الوصول إلى الإنترنت. من الجدير بالذكر أيضا أن هناك العديد من الأسواق التي لا يستطيع الجميع فيها الدخول إلى الإنترنت، وكما تعلمون أن الإنترنت يساعد في تغيير نظرة المجتمع وإعادة هيكلته. نرى في بعض الأسواق حاليا مستخدمين للهواتف الجوال الذين ليس لديهم إمكانية استخدام الإنترنت. بالنسبة لجائحة الكورونا فيروس، فقد لاحظنا كيف أن الإنترنت ساعد على مساعدة في الحياة بآذار الماضي، أي أن هناك الأشخاص الذين كان لديهم إمكانية للإنترنت، وأولئك الذين لم يكن لديهم مثل هذه الإمكانية. كل من كان له إمكانية كانوا يستطيعون أن يعيشوا كالسابق، يستطيعون أن يشتروا عن طريق الإنترنت، يستطيعون أن يكون لهم علاقات اجتماعية عن طريق الإنترنت، أطفالهم
يمكن أن يدرسوا أيضاً عن طريق عن بعد، لذلك كانت عندهم الأجهزة اللازمة للتعليم. للأسف في دول عدة لم تكن هذه الإمكانيات متاحة. هناك بلاد من آثار الماضي لا يدخل أولادهم إلى المدارس لأن ليس لديهم أي أدوات تساعدهم على ذلك. نستطيع أن نقول أن هذا الجيل هو جيل خاسر في تلك البلاد، وستكون هناك هو عميقة بين هاتين المجموعتين من البلاد وبين الشباب فيها. ولاحظنا أيضا في كثير من الأسواق أن زيادة توتر الحركة في الإنترنت، خاصة 70% زادت عن ما كانت في العام الماضي، مما يؤشر إلى أن الناس أصبحوا بشكل أوسع يستخدمون الإنترنت. نرى ذلك في أفريقيا في أسواقنا، في الأسواق التي نتواجد فيها، لأن استراتيجيتنا تضع في عين الاعتبار نمو البنية التحتية للإنترنت عريض النطاق السريع. وفي أسواق نتواجد فيها مثلا 90% من المستخدمين كان لديهم إمكانية للتقنيات الجيل الثالث. ونرى أيضا أن هذا مهم جدا، ويجب أن نسعى للوصول إلى تأمين وصول تام للجميع إلى الإنترنت، وهذا إحدى الأهداف التي تضعها أمامنا هيئة الأمم المتحدة. نريد أن نسرع هذه العملية، ونريد أن نتعاون مع مختلف الكيانات التي يمكن لها أن تسرع مثل هذا العملية، وهنا أن نجد تقنيات بديلة تؤمن هذا الوصول، وخاصة لأولئك الذين ليس لديهم إمكانية حتى الآن. نرى أن الوصول العام والواسع إلى الإنترنت يجب أن يكون واحد من حقوق الإنسان، وهو قضية مهمة تتوجب تعاون بين القطاع الخاص والعام. نلاحظ أن ونرى أن يجب أن تكون هناك إمكانية للتواصل في الإنترنت. هذه الأشياء والعناصر الثلاثة هي مهمة لنا، يجب عليها أن نؤمنها للجميع المستخدمين. يجب أيضا نود أن نطلب من المنظمات الدولية العديدة لكي تقوم بدعم مشغلي الإنترنت في كما تفعل شركتنا. نريد أن نعمل بما يتفق مع القوانين السائدة في الدول المعينة. نريد أيضا أن نؤمن للناس إمكانية الوصول إلى خدمات الصحية والتعليمية عن طريق الإنترنت، وهذا مهم لنمو المجتمع والنمو الاقتصادي بشكل عام في مختلف البلاد، وخاصة الدول الأفريقية التي يعتمد تطورها بشكل عام إلى الوصول إلى هذه الأجهزة الرقمية. أود أن أتمنى لكم جلسات ومباحثات مفردة، وأرجو أن تتكرر مثل هذه المناسبات في المستقبل. شكرا لكم. شكرا على هذه الكلمة والملاحظات المثيرة للاهتمام. أما الآن فأدعو للمسرح هنا السيدة كاماسا، وهي موجودة معنا في كاتوفيتسا. كوسيوافي أنا أكباو كاماسا، وأرحب بك وأعطيك الصوت. شكرا جزيلا للسيدة مديرة النقاش. أرحب بكم جميعا. إنها سعادة كبيرة لي أن أكون معكم هنا. اسمي أنا أكبافو كوسيوافي كاماسا، وأنا طالبة في توغو، دولة توغو. وأمثل مجتمع الشباب
المتمحورين حول منتدى حوكمة الإنترنت للأمم المتحدة. أنا مهتمة كثيرا في أمور الإدارة بالإنترنت وأشكر كثيرا على إتاحتي الفرصة أن أخاطبكم السادة اليوم، ولكن أذكر أن ورائي ملايين من الناس الشباب الذين يعجزون عن هذه الإمكانية ولا يستطيعون مخاطبتكم اليوم. نحن تعلمنا كثيرا أثناء الجائحة، ومن الدروس المستفادة من هذه الأزمة بأن الوصول إلى الإنترنت أصبح حقا من حقوق الإنسان وأصبح أمرا اجتماعيا. عدم الوصول إلى الإنترنت يعادل عدم الوصول إلى التربية والتعليم، وأنا أرغب في أن تقوم الحكومات للدول والمنظمات مثل الأمم المتحدة تضمن إمكانية التعاون الرامي إلى تحقيق الأهداف المستدامة، وخاصة الهدف 17 منها. كممثلة للشباب أود أن أشير إلى هذه الأمور في غاية الأهمية بالنسبة لنا. شكرا جزيلا. أيها السادة المحترمون، الآن أعطي الصوت للسيدة مريم فوني، رئيسة منظمة فايب. هل تسمعيننا؟ نعم، هل نسمعك؟ تفضلي بالكلام. أيها السادة المحترمون، زملائي وزميلاتي المجتمعين هنا في كاتوفيتسا، اسمي مريم كوهنة، أنا رئيسة جمعية رايب، وسوف أتحدث باسم المجتمع التقني للإنترنت. منظمتنا تقوم بتنسيق الأمور التقنية للمشغلين في أوروبا وليس فقط. أشكركم على دعوتي إلى افتتاح هذا المنتدى الحكومة العالمي، وأريد أن أشكر في البداية المنظمين في بولندا على جهودهم لتأمين مثل هذا الحدث. أود أن أقول أن من المهم أن تكون جهودنا المشتركة تسير نحو ابتكار فضاء جديد وهجين لإحداث مثل هذه الواقعة التي حدثت عندكم. نحن نقول أن جوابنا عن الجائحة لقد أبرزت كم هو الإنترنت مهم، وكم استطعنا عن طريقه أن نستعيض عن جزء من حياتنا العادية. كان ذلك ممكن، كان ذلك نتيجة التنسيق التقني للأشخاص المسؤولين عن إدارة الإنترنت وتأمين البنية التحتية لهذا الإنترنت. أنا كنت تحت انطباع كبير كيف استطعنا أن نتعاون سويا، وكيف استطعنا في لحظة الحجر والإغلاق أن عندما لم يكن الناس لا يستطيعون الذهاب إلى أعمالهم وإلى مراكز العمل الكبيرة، استطاعوا أن يعملوا واستطاعوا بنتائج عملهم أن يجعلوا الناس يعملون أيضا ويدرسون ويتعلمون. إذا تعلمنا من بعضنا هذا عمل وعنصر تعاضدي لهذا المجتمع، مجتمع التقنيين، في إن مجتمع رايب خلال عمله في 30 سنة يتميز بانفتاحه على المباحثات والحوارات والنقاش. نحن تجمع مختلف فيه الكثير من الناس. نعرف أن النجاح في الإنترنت أيضا مرتبط بالتزامات محددة. إذا كان لدينا ضمانات
بأن البنية التحتية تعمل بشكل جيد، فيجب علينا أن نتأكد أيضا أن يكون هناك ضمان لوصول أكبر عدد ممكن من الناس إلى الإنترنت، وأن هناك كثير من الضوابط والقوانين يتم الآن خلقها وإنشاؤها من أجل ذلك. إن المقررين في هذا المجال وممثلي المشرعين يقومون بمحاولة العمل على حلول جديدة. يجب أن نتذكر أن إدراج مثل هذه السياسات الجديدة سيكون جهاز أداة كبيرة جدا يجب أن يتم مناقشتها ضمن جلسات دولية. لذلك إن منتدى الحكم العالمي مهم بالنسبة لنا، لأننا سوف نستفيد من تجارب الآخرين ونفتح باب الحوار على أوسع أبوابه. يجب علينا أن نتعلم من بعضنا وأن نقوم بتمحيص ما نفعله، ويجب أن نتذكر أن مشغلي شبكات الإنترنت المتوحدين في مجتمع رايب أيضا يضمنون بأننا نستطيع أن نتعامل مع بعضنا بشكل أفضل بشفافية. إن قمة IGF هو بنفسه يحاول الإجابة على مثل هذه الأسئلة، فلنتذكر أن عملية استخدام الإنترنت هي متجذرة في شبكة منفتحة متوازنة وصديقة للإنسان. شكرا لكم وأتمنى لكم جلسات مثمرة خلال الأيام المقبلة. ميريام كونة مديرة منظمة رايب، وشكرا لها على هذه الكلمات الملهمة. السادة الكرام، الآن أدعو للمسرح والمنصة وكيل رئيس الحكومة البولندية لمنتدى حوكمة الإنترنت السيد كشيستوف هوبرت، وكيل جمهورية بولندا للمنتدى. أصحاب السعادة والمعالي الضيوف الكرام، إنه لشرف كبير لي أن أستضيفكم في مدينة كاتوفيتسا، المدينة التي تتغير وتصبح أحدث وتعزز الابتكارية. اسمحوا لي أن ألخص اليوم الأول الذي تم أمس، كان مليئا بالجلسات والمناقشات المثيرة للاهتمام، وسط متنوع يناقش أهم المواضيع وتحديات العالم الرقمي. نحن نشهد بالفعل مؤتمرا متعدد الأطراف والآراء، هذا ما تريده منظمة المتحدة مولتي ستيك هولدر أبروتش. 8000 شخص قد سجلوا أسماءهم في المؤتمر كما لوحظ اليوم، من كل القارات ومن عشرات الدول من شتى أصقاع العالم. هذا ما كنا نريده رغم كل الصعوبات والتي عرقلت تنظيم الإصدار 15 العام الماضي بشكل مباشر، لكن البولنديون شاركوا في أكثر من 50 جلسة وندوة، وهذا لوحظ في اليوم في العام الماضي. أما في هذه السنة فيشهد المؤتمر 300 جلسة وحدث. لنلخص لكم ما تحدثنا عنه أمس، 4 مجالات كبيرة للنقاش. أولها البنية التحتية، أي الوصول إلى شبكة الجيل 5 و6، السرعات المتزايدة للإنترنت، ولكن بشكل عام أيضا الوصول إلى الإنترنت. المجال الثاني الذي تحدثنا عنه أمس وناقشناه في الجلسات هي الخدمات العالم الرقمي، الخدمات التي تقوم بها السلطات
المحلية والقطاع العام والخاص. السنتان الأخيرتان الجائحة أدخلت لنا مدى أوجه هذا العالم الرقمي، وبدون هذه الخدمات الرقمية لما استطعنا تدبير الكثير من الإجراءات والأمور الحياة اليومية. فنحن درسنا كورسا مسرعا وسريعا لدخولنا في شبكة الإنترنت. المجال الثالث الذي غطيناه أمس هي كفاءات ومهارات العالم الرقمي. كلما تعمقنا في هذا العالم كلما أصبحنا عرضة للكثير من التهديدات والمخاطر التي سبق ذكرها، وهو مجال الذي يدور الإشارة إليه. المجال الرابع الذي غطيناه أمس هي الأمن السيبراني من وجهة نظر الشركات والقطاع الخاص والإدارة والأفراد. مجال واسع جدا. جلستان أخريتان غطيتا الحاجة إلى التعاون الدولي، الشراكات العامة والخاصة، إشراك المجتمع المدني والشركات الرقمية والتكنولوجية. جلست معا وعملت على وضع بعض المعايير. التعاون في المجال الرقمي ما بين الدول بكافة أشكالها وصياغاتها. قابلنا الكثير من الوزراء من كافة أنحاء العالم الذين تحدثوا عن إمكانيات التعاون ضمن أوروبا، مثل فيشهراد 4 أو منظمات أوروبا الشرقية والوسطى وغيرها العابرة للحدود. الجديد الذي ظهر في الأمس في اليوم الأول الكثير من الكلام عن الاستثمارات. كيف ندعم هذا أي تنمية رقمية؟ لأن بدون استثمار لا يكون ذلك ممكن. وأقصد الشركات الصغيرة والناشئة ودعم الأفكار وتنمية هذه الشركات. هذا الجديد الذي شهدناه أمس في IGF. العنصر المهم الآخر والجديد الذي ذكر وطرحته بولندا هي قمة الشباب، أي اجتماع أو لقاءات المدراء وكبار المسؤولين مع الأوساط الشبابية الذين سوف يدخلون في جيلهم الناشئ العالم الرقمي. نحن طرحنا ذلك كبولنديين، وكانت الجلسة قاعة الجلسة مليئة بالمشاركين، وهذا ما شاهده اليوم الأول. وأمس استمعنا إلى حفلة غنائية وموسيقية عظيمة بمشاركة نخبة من الفنانين والموسيقارين. أمامنا 4 أيام أخرى الجديدة، لقاءات هاي ليفل على في المستوى، عشرات من الأحداث والجلسات والندوات أمامنا. وأنا أشكركم جزيلا في منظمة الأمم المتحدة بأننا حصلنا على حق إقامة هذا المنتدى Internet Governments Forum، منتدى حوكمة الإنترنت في بولندا 2021 في كاتوفيتسا. المنظور يتغير الآن إلى أكثر استراتيجية، لم نعد نتحدث فقط عن إدارة الإنترنت ولكن عن كافة الأمور المتعلقة به، التحولات والتكنولوجيات القادمة، تكنولوجيات الهاي بيرفورمانس كومبيوتينج وغيرها. هذا ما تحدثنا عنه أمس في اليوم الأول، وسوف نتابع هذا النقاش اليوم وفيما بعد، وأدعوكم إلى ذلك السادة الكرام الحضور الكرام، وراجينا منكم التعليقات والملاحظات عن طريق الهاشتاج IGF 2021. وشكرا على حضوركم هنا معنا. شكرا جزيلا للسيد كريستوف شوبرت على هذه المجلس عن أول يوم. الآن نقترب إلى نهاية الجزء الرسمي للافتتاح، ولكن لدينا لكم شيئا خاصا. بعد لحظة سيتقدم أمامكم فنان كبير أمام منتدى حوكمة الإنترنت العالمي، وهو موسيقار
وأيضا رجل أعمال وهو خطيب معروف تعلم العزف على البيانو من سن 14 وربح المسابقة الأولى في العزف عندما كان عمره 18 عاما وقدم عرضا في باريس عندما في مسابقة شوبان المعروفة عالميا عرض وتقدم في العزف في عدة دول وفي قارات عديدة من العالم ومع زوجته أيضا قام بإعطاء جائزة جديدة معنا هو اليوم في كاتوفيتسا وسيعزف لنا ثلاثة مقطوعات موسيقية مقطوعة فوتشيخ كولر وبولونيز شوبانا أسدور والمقطوعة الثالثة سوف يتحدث أيضا كم هي تعليم الموسيقى والتعليم الأدبي للجميع. نحن الذين نعيش في حياة التقنية والتكنولوجيا الصناعية. أمامنا إنغولف وندر. إنغولف وندر. Thank you.
you so much. Thank you very much. It's my huge pleasure to be here today in Poland at the IGF and to talk to such a great international crowd of people. It's a great pleasure and a great pleasure for me to be here with you at the United States of America. مع الأشخاص الذين يكون قريبين من التحول الرقمي. أنا أريد أن أتحدث بالموسيقى ومدى أهميتها في عالم التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. نحن محاطون بالتكنولوجيا ونعيش في عالم نستلم ونتلقى الإشارات منه من كل الاتجاهات. ونحن أصبحنا مترابطين مع الآخرين عبر الكمبيوترات. أنا موسيقار كما تعرفون، ولكن زوجتي وأنا نظمنا أنشأنا شركة ناشئة في الاي تي، ونحب التكنولوجيا. وصراحة أصبحت ألاحظ مدى تأثير التكنولوجيا في حياة الناس. بكل التأكيد عاداتنا المتعلقة باستخدام وسبل استخدام هذه التكنولوجيا سوف تتغير في المستقبل. الذكاء الاصطناعي سوف يؤثر على كل مجالات حياتنا، وبفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي سوف نكون وبشكل متواصل متصلين بالمحتويات النصية والصوتية. سرعة البث سوف تزداد إلى مستويات خيالية، وفي ذهننا هناك الوعي والشبه الوعي. فهاتان الطبقتان، طبقة الوعي فسرعة نقل البيانات فيها يتراوح من بين 40 إلى 100 ملايين بايت في الثانية. أما في المجال الشبه الوعي أو تحت الوعي فهذا هي سرعة تزداد أضعافا، فنستطيع التركيز على مختلف الأمور في آن واحد ونعالج هذه المحتويات والمضامين الداخلة بشكل عميق في أذهاننا. فنحن بهذه الطريقة أيضا نحس بالموسيقى ونعالجها في أذهاننا. لا نستطيع أن نهرب من الموسيقى، لأن الأصوات في كل المكان تأتينا ونتلقاها. فدعونا أن نفكر بشكل معمق في العلاقة ما بين الموسيقى والصوت والبيانات. لماذا الموسيقى بهذه الأكمية لأجسامنا ولأذهاننا؟ لأن الجسم الإنساني يعالج الأصوات بسرعة كبيرة، ونحن نستوعبها ونمتصها، والموسيقى تتأثر في مشاعرنا، تتسبب في إتعابنا أو إنعاشنا وزيادة أو انخفاض التركيز، ولها انعكاسات مباشرة على حالتنا اليومية. لأن الموسيقى هي عبارة عن ذبذبات صوتية. إذا فكرنا في العناصر والأجزاء المكونة لأجسامنا، فنستنتج بأن هناك ملايين من الخلايا التي لها ذبذبات معينة. نتحدث عن الموجات، ومن الناحية العلمية إذا أخذناها في عين الاعتبار، فنلاحظ أن للموسيقى تأثير بيولوجي مباشر على بدننا وجسمنا. ما نحس به ونستوعبه له انعكاس مباشر على مشاعرنا وحالتنا. فما نسمعه له تأثير مباشر ونفوذ على خلق البروتينات وإنشاء الخلايا الجديدة. والخلايا هي المكونات لنا أنفسنا. بلايين من الخلايا تموت بشكل يومي وتحل محلها خلايا أخرى جديدة. هذه الخلايا يتم تعديلها، يتم تغييرها وتبديلها بشكل مستمر.
تحت تأثير المحيط. عندما عرفت ذلك لأول مرة كنت مصدوما أن الصوت الذي أسمعه ويدخلني يغيرني. أنا كموسيقار وفنان أنا واعي بذلك أن تأثير الموسيقى علينا وفينا شيء عميق لا يصدق. كلما زادت وتحسنت نوعية هذه الموسيقى كلما زاد مدى هذا التأثير. الموسيقى العالية الجودة هي الموسيقى التي تزود أجسامنا بألوان الأصوات ولها رسالة عاطفية. الأصوات مهما كنا نفهم الموسيقى أم لا فهي تؤثر فينا. فمن الناحية العلمية الثبتة وبدون أي شك أن الموسيقى تؤثر في أجسامنا وحياتنا بشكل مباشر وخاصة الموسيقى العالية الجودة. فكلما عرفنا ذلك وطالما عرفنا ذلك فلماذا نستمع إلى موسيقى المتدنية النوعية وهي فقيرة في بالألوان والأصوات مثل الوجبات السريعة. لا نريدها، لا أحد يريد أن يأكل فقط الوجبات السريعة الجانك فود إلا إذا كنا صغار السن ربما. فما هي الجودة في الموسيقى؟ وهذا السؤال جدا صعب. حتى الأخصائيون والخبراء لا يجدون الإجابة الجاهزة على هذا السؤال. فالموسيقى تعود إلى الأفضليات وهناك كل واحد له مزاجه وما يحبه وما لا يحبه. فلا ننسى أن إذا كان شخصين مستمعين إلى نفس القطعة أو المقطوعة الموسيقية فدائما يسمعان شيئا آخر، أي طبقة مقاصة علميا وهناك طبقة داخلية. وإذا ركبنا هاتين الطبقتين معا فنستطيع أن نتوصل إلى استنتاجات حول جودة مقطوعة موسيقية معينة. في القرن 21 انخفضت وللأسف جودة الموسيقى حول العالم. بلايين من الناس يوميا يسمعون ويستمعون إلى موسيقى متدنية الجودة. لا أتحدث عن أصناف موسيقية معينة لأن هناك موسيقى بوب ممتازة ومقطوعات كلاسيكية سيئة، ولكن لدينا وبشكل واسع نشهد قطعة من الموسيقى التي تؤثر في حساسياتنا، ونحن يجب أن نضمن الوصول إلى الموسيقى الفائقة الجودة لبلايين من الناس حول العالم. هو هدف جدا مهم جدا يجب تسجيله في الهدف أو ضمن الهدف الثالث للأهداف المستدامة، وأيضا الهدف الرابع التربية العالية الجودة. الموسيقى تؤثر فينا في جسمنا، وكلما زاد نوعيته وكلما تحسنت حالتنا الصحية. نحن نقف الآن في مفترق الطرق وتكنولوجيا تزداد تأثيراتها فينا. هناك بلايين من الناس يستخدمون التكنولوجيات الرقمية، وبعد قليل ربما سوف يزول الفروق ما بين الروبوتات والبشر والذكاء الاصطناعي والذكاء الإنساني. ربما الروبوتات سوف تكتب الموسيقى وتعزفها بدلا منا. الذكاء لنتصور ذكاء اصطناعيا نستشير به في الأمور القانونية أو فيما يخص العلاج، لن تعود هناك حاجة لاستشارة الطبيب. هناك من يحب ذلك، هناك من سيكون مجبرا على الاستفادة من مثل هذه الخدمات. فهناك سؤال نطرحه، ما هي الجودة ومن سيقرر فيما يخص ماهية الجودة ومن
سيكون من صناع القرار. يجب أن نفكر في الطرق لأن يستعيد بلايين من الأشخاص في العالم هذا الإحساس بالفرق ما بين الموسيقى العالية الجودة والموسيقى المتدنية الجودة. يجب أن نأتي بحلول. قبل ذلك شهد الماضي أيضا ظواهر مشابهة. الفنون الجميلة كانت تفتقر أكثر وأكثر إلى الفروق والاختلافات، ومعناه أن نحن البشر نتحول إلى مكائن أو روبوتات قليلا. نحن نلاحظ تقدم الرقمنة، الذكاء الاصطناعي يصبح يسود العالم، ثم بعد فترة قد يأتي يوم لا تحتاج إلينا فيه الروبوتات المكائن. فالتكنولوجيا تتقدم بسرعة ونحن نواجه بعض المشاكل الخطيرة. أرجو ألا تفهموني بشكل خاطئ، والتكنولوجيا هي التي تصنع أيضا إمكانات وقدرات كبيرة، والتكنولوجيا قادرة على مساعدتنا في التنمية وأيضا التنمية الشخصية. نحن لا نستطيع أن نقع في الخطأ، لأن هذا العنصر البشري الإنساني وجودة الموسيقى هي الطبقة التي لم يعد الاستفادة منها بشكل كافي في معالجة التحديات. لا أريد طفلي أن يكبر في عالم ينظر فيه إلى وجبات طعام سريعة على أنها رفيعة المستوى، فيجب أن نحرص على تشكيل حساسيتنا أن نبقى البشر ونصنع الموسيقى المليئة بالطبيعة الطبيعية، وهذه الحساسية والقيم والأخلاق هي أيضا مهمة في الموسيقى. هناك شركات ناشئة لحسن الحظ مثل شركتنا نحن الناشئة التي تعالج هذه القضايا والمسائل. نحن نرى أن التكنولوجيا في تقدم سريع وينقصنا الوقت نحن البشر في أن نعيش ونبقى بشرا في هذا العالم. أنا كموسيقار متفائل ورأيي أن الموسيقى العالية المستوى قد تلعب دورا جوهريا في المستقبل، وأيضا بتفاؤل أنظر إلى الشباب، لأن أظن أن التربية الموسيقية والتعليم تسمح لهم في تشكيل هذه الحساسية عند البشر وهذا الإحساس بجمال الموسيقى. وهذا الجيل الجديد سوف ينظر إلى العالم بشكل آخر. التربية الموسيقية جدا مهمة على نفس مستوى الأهمية مثل التربية المالية أو التربية في مجال أو التعليم في مجال الرياضيات. مواد استام الرياضيات والهندسة والعلوم التقنية نضيف إليها أيضا الفنون والموسيقى. يجب لا نتحدث فقط عن مواد العلوم استام ولكن STEM، لأن باللغة الإنجليزية حرف أي أرت يشير إلى الفنون. ويجب أن نبني هذا الاهتمام عند الأطفال، ولننظر إلى المستقبل ونجاوب على هذا السؤال. ما إذا استطعنا نحن اليوم أن نجد لأنفسنا مكانا مناسبا في عالم التكنولوجيا، أو ضعنا في الطريق رقمنا، فالقيم والجودة والأخلاق هي العوامل التي يجب أن نأخذها بالاعتبار في المجالات العامة والشخصية، ويمكننا الاستفادة من جودة الموسيقى لتعلم الصحة وكيفية بقاء
بشر وهذا ما نريده هو شكرا لحسن استماعكم. شكرا لبولندا وشكرا لكاتوفيتسا، انه شرف كبير ان اتحدث امامكم. Thank you very much. What a performance and what a speech. شكرا قلبيا على المعزوفات التي قدمتها وعلى التقديم الذي قدمه لنا. في هذه الحالة انتهت افتتاحية الإصدار 16 لمنتدى الحوكمة، حوكمة الإنترنت تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة في مدينة كاتوفيتسا. أمامنا مباحثات ونقاشات وحوارات، كل منا يستطيع بشكل جريء أن يتبادل آراءه معنا. شكرا على حضوركم سواء في كاتوفيتسا أو أونلاين. أتمنى لكم جلسات مثمرة.